السلام عليكم ورحمة الله موجز إخباري من قناة المرابطون أهلا بكم انسحب نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مساء أمس من جلسة علنية بالجمعية الوطنية حينما اتهمهم وزير المياه والصرف الصحي محمد الخونة بالكذب وذلك أثناء مساءلته من طرف النائب عن الحزب مادي والسيد المختار وكان النائب يسائل الوزير عن العطش في الداخل قبل أن يتهمه بأن ما قدمه مجرد كذب قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد والمحمد رارة إن البلد يعرف استقرارا بفعل الجهود المبذولة على مستوى الأمن وحماية المواطن وأضاف محمد رارا خلال رده على سؤال تقدمت به النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل زينب بنت التقي أضاف أن السلطات مستعدة لتطوير وضع الأمن في البلد كلما لوحظت هفوة أو تقصير من ناحية أخرى قالت النائب البرلماني عن حزب تواصل زينب بنت التقي إن العاصمة نواكشوط أضحت تعيش انهيارا أمنيا يشبه ما أسمته جريمة منظمة وأضافت بنت التقي في مساءلة لوزير الداخلية محمد المحمد رارة أن ما أسمتها العلاقات المشبوهة لبعض المجرمين ببعض عناصر الشرطة قد تكون وراء بعض جوانب الانهيار الأمني في العاصمة وفق تعبيرها قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي والزين إن قطاع البناء والأشغال العامة في موريتانيا يشهد نموا مضطردا ويعتبر مخزونا كبيرا للتشغيل وأضاف ولزين لدى افتتاحه أعمال الجمعية العامة الأولى لتعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن حجم الالتزامات للسنة المالية الحالية تجاوز 17 مليار أوقية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعه هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناه عبر صفحتنا علي الفيسبوك الظاهره علي الشاشه الرابعه موجز اخباري بحول الله دمتم فى امان الله